السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. عندي رعشة قوية بصفة غريبة في وسط الكهرباء الداخل ولهنا في الموتور. وقتاش بدأت المشكلة؟ ولات تسخن الكهرباء، تسخن بكدا بكدا، وفي ساعات في لحظات تسخن تاني خدمها. عملت جوان كيلاس، بدلنا لها جوان كيلاس وفرد وقت، بدلنا لها سير الكاتينة وبومبا بتاع الماء ما لازم سير الكاتينة كل هنا كل تبدل جديد للداخل. بدلنا الزيت، بدلنا الماء الرادياتور، بدلنا الفلتر، بدلنا باتري جديدة، بدلنا السيكورات بتاع الموتور هذوما، واحدة لهنا واحدة تجي لوطا واحدة تجي على اليمين بواد فيتيس. حسيلو برشا حاجات جديدة بدلناها. مالية كان خدم وفيها فيبراسيون قوية 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 على الاخر، وقت اللي نكسيري لي شوية تتنحى الفيبراسيون. انا مش نخدمها هذا تشوف، مع العلم ما كانش فيها الفيبراسيون ذي القوية جملة بكي، حتى وبالسيبولات القدم ما كانش فيها الرعشة القوية ذي. بعد ما كان بدلنا الجوان كيلاس وسير الكاتينة والرمونات هذي ما مش يقولوا لهم جدد اللي يدوروا على السير الكاتينة، وكل شيء حسيله كي بدلناها جديد ولا فيها رعشة كبيرة. طيب باش نخدموها نكسيلاري شوية يتنحى كومبلت مور الرعشة. طبعا ما فرناش رعشة لا في الموتور ولا لهنا، انا مسيب ساقي والرعشة ترجع قوية. وكي نحلو زاد الضوء كيف كيف حس الصوت يتبدل شوية. زدت أقوى كي نحلو الكليماتيزور يتبدل الصوت، ومع العلم زاد هذوما الكوابل بتاع الشباك ديما يتحركوا، ديما بدلوهم وديما يتحركوا. تعال نمشي نوريك الموتور. هذا الموتور الجهة هذه الأكثرية رعشة، الجهة هذه الجهة هذه ساكتة ما فيهاش، الجهة هذه ترعش بصفة غريبة. راح نكسيلاري شوية، نكسيلاري شوية يولي راكح الموتور. تعال نسيب والرعشة ترجع قوية بالجهة هذه. نتمنى وضحت لك عم مختار، وان شاء الله تنجم تعاوني تقول لي شنو المشكله. وجربت حتى العزم بتاع الكهرباء، كي نحطو بريمير قوية الكهرباء كتير تيران، ما عنديش حتى مشكله مع السرعه ولا حاجه، جست المشكله هذه فيها حتى مشكله اخرى. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. جاني سؤال على فيبراسيون او رجف وسط السياره وقت هي تبدا تخدم في هذه 106 ديزل ولا ساكسو ولا 205، يعني فما مشكله في وسط يعني مكان السائق، تبدا كلها ترعش، تبدا كلها في من جهه علبة السرعه، من جهه السرعه فما سيبور اللي يركب هنا الحامل، اذا كان الباق هذه مش موجوده راهو باش يطلع يرعش، يعني فما اللي يجي فيه باق طول كامله منه فيه، وفما اللي تتنحى، اللي تتنحى وما يكونش هذا موجود خاطر هذه تعمل ريتوار توقف، لذا انها تربط على البنو وهي توقف، ما عادش تمس باش تخلي السيبور يشد مكانه. اذا كان ما فيش القطعه هذه راه باش يطلع يرج
باش يطلع يقرب على فص السياره فص الكابينه، خطر علاش يولي كانه حديد في حديد، ما عادش كلاسيك وحديد. هذا السبب الرعشه في وسط السياره. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.